سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مخرجات اجتماع الحكومة يخص عدة قطاعات، قطاع الداخلية والعمل والاتصال في جدول الأعمال. والي ولاية سطيف يشرف على اختتام فعاليات الصالون الوطني الخاص بتصدير، والمديرية الولائية للأمن الوطني بالجلفة تنظم حفل تكريم على شرف النساء المنتسبات للقطاع. شرطة برج بوعريريج تكرم المرأة المنتسبة للأمن الوطني بمناسبة عيدها العالمي المصادف للثامن مارس من كل سنة. رئيس أمن ولاية خنشلة يشرف على تكريم المرأة الشرطية، ووالي ولاية بالسكرة يشرف على تدشين مصنعين لتشجيع الاستثمار. شباب فورشاد يوزعون الوجبات الساخنة لفائدة عابر السبيل والمواطنين، وجمعية وفاء لحماية وتحريض مآثر ثورة التحرير تقوم بمبادرة إنسانية من خلال معايدة كبار السن والمرضى من الأسرة الثورية. أهلا بكم إلى التفاصيل. ترأس السيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتصال. فيما يخص مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قدم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالجمعيات في إطار الرؤية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الآليات المتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة المواطنين لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد. وفي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قدم مشروع تمهيدي متمم للقانون رقم 90/11 المؤرخ في 21 من شهر أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. ويهدف هذا المشروع إلى تكريس الالتزام رقم 44 الذي تعهد به رئيس الجمهورية من خلال إدراج حق جديد لصالح العمال الأجراء يتيح لهم الاستفادة من عطلة مدتها سنة كاملة من أجل إنشاء مؤسسة، كما يضمن لهم حقا إلى مناصبهم الأصلية في حالة عدم تجسيد مشاريعهم في إنشاء المؤسسة، وذلك من شأنه أن يعزز روح المقاولاتية لدى العامل الأجير والمساهمة في ترقية الاقتصاد. أما فيما يتعلق بمجال الاتصال، فقد تم تقديم عرض يتعلق بالمقاربة الجديدة للاتصال المؤسساتي للحكومة، ويشار إلى أن هذا العرض يندرج في إطار التحسين المستمر للاتصال والذي يوليه عمل الحكومة أولوية بالغة بغرض إعلام المواطن بشكل دائم بكل المسائل ذات المصلحة العامة، وأيضا البقاء في الاستماع لانشغالات المجتمع وتطلعاته طبقا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية اتجاه كافة إدارات الدولة ومؤسساتها. أشرف والي ولاية سطيف السيد كمال عبلة على اختتام فعاليات الصالون الوطني للتصدير في طبعته الثانية، حيث قام بتكريم العارضين والفاعلين في هذا الصالون. تفاصيل أكثر في تغطية شعيب بن جبل. فرصة لنا أننا نركب يعني كذلك رحلة قوية، وهي الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. كما تعلمون أن السيد رئيس الجمهورية أراد وكان قرار باش تكون يعني سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز. لحقتها كثير من القرارات، ومازال قرارات كثيرة راهي قيد الدراسة على مستوى كذا من ورشات لمرافقة المستثمرين، اليوم فهمنا باللي العجلة هذه الفاعل الأساسي هو خلق ثروة وخلق مناصب الشغل هو المستثمر. كان لنا في الأسابيع السالفة وفيهم الكثير من الإخوان اللي راهم حاضرين معنا من خلال قرارات السيد رئيس الجمهورية لتمكين الكثير من المستثمرين من دخول عالم الإنتاج بتمكينهم برخص استغلال
استثنائية بالنسبة لأولئك الذين كانت لهم معامل وحدات متوقفة لسبب أو لآخر. في الكثير من الأحيان كانت حقات بعض العراقيل أقول بيروقراطية تقنية إدارية، ولكن في عراقيل كذلك التي كان المستمر هو السبب فيها من خلال عدم احترام بعض الأمور القانونية الواجب احترامها. ولكن تعدينا هذا الظرف هذا والسماح للمستمرين دخول عالم الإنتاج بورقة برخصة استثنائية في انتظار تسوية الوضعية تاعهم قانونيا. كذلك فيه أكثر من 70 مستثمر الذين استفادوا من هذه الرخصة، كان حوالي 50 أكثر من 50 مستثمر الذين استفادوا كذلك من تغيير النشاط، والذي سمحت لهم في كثير من حوالي 17 مستثمر لدخل الإنتاج مباشرة، يعني استفاد من رخصة تغيير النشاط ودخل في الإنتاج. كذلك كانت عملية لسماح لأكثر من 100 مستثمر من الاستفادة من رخص البناء، والذي ستعمل كذلك على دفع عجلة يعني توسيع رقعة الاستثمار في الولاية، يعني 100 مستثمر 100 رخص بناء، يعني 100 ورشة مفتوحة. هذا بالنسبة للباتيمون. بالنسبة حتى لو نحسبوا بعملية حسابية بسيطة، 100 مستثمر في كل ورشة ب 100 ولا ب 10 ولا ب 15 نعامل فقط، هذا كي نقول غير 15 نعامل وهما ورشات كبيرة، يعني 1000 ولا 1500 منصب شغل هذا إلا في الورشات. اليوم بعملية حسابية حنا نشوف باللي بهذا رخص الاستغلال وتغيير النشاط ممكن نصل إلى حوالي 20000 منصب شغل سيستحدث يعني على مستوى الولاية. كما تعلمون أنه كل أسبوع إلى البارحة فقط كان في 3 مستثمرين يدخلوا الإنتاج، يعني كل أسبوع إلا واللي كان في وضعية غير منتج يصبح منتج، يعني عملية ديناميكية رافقها كل يوم. في إطار الاحتفال بالثامن مارس اليوم العالمي للمرأة، أشرف العميد الأول نائب رئيس أمن ولاية الجلفة على إقامة حفل تكريم على شرف النساء المنتصبات لها بمختلف الرتب، وذلك بمقر الوحدة الجمهورية التاسع للأمن بالجلفة، حيث تم تكريمهن وتكريم بعض المتقاعدات والأعوان الشبيهين بالأمن الوطني، أين تم توزيع فيه هدايا رمزية وشهادات عرفان وشكر لما قدمنا من تفان في عملهن خدمة للمواطن والوطن، كما تم تقديم لهن إكراميات في جو ساده الاحترام والتقدير للنساء الذين اقتحمن سلك الأمن الوطني والانتساب لها. كما قرأت ملازمة الشرطة رسالة من مدير الأمن العام الوطني كانت موجهة لهن بهذه المناسبة. تغطية عبد الرحمن دبابة. لنساهم جميعا في المزيد من الرقي بمؤسستنا الجمهورية، كما أغتنمها سائحة لأوجه تحية تقدير لكل حرائر الجزائر، خاصا بالذكر مجاهداتنا الفضليات اللائي ساهمن في وضع النواة الأولى لبناء دولة جزائرية قوية ستظل بإذن الله تعالى وبفضل تضافر جهود كل بناتها وأبنائها المخلصين قلعة مهابة العرين تشع أمناً واستقرار. عاشت الجزائر حرة مستقلة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
احتفلت المرأة الشرطية ببرج بوعريريج بعيدها العالمي المصادف لـ8 مارس من كل سنة، حيث أشرف على الحفلة التكريمي رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة فريد القواسم، وهذا على مستوى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالولاية. وفي إطار هذه المناسبة قرأ كلمة المدير العام للأمن الوطني، هذا مقطع من نصها في تغطية إبراهيم بودربالة. سأخرج حديث اليوم عن المرأة. سنة 73,900,000 كانت أول دفعة لمفتشات شرطة، بلغ عددهن لذلك 50 مفتشة شرطة. عقبتها دفعة أعناق شرطة سنة 84,900,000 لتبخرط المرأة في التسعينيات في صفوف الأمن الوطني، سيما بعد تبني مديرية العمل الأمن الوطني لمبدأ الشرطة الجوارية سنة 98,900,000 كمنهجية نظامية أضحت كيوم عالمي، مؤكدة بذلك قوة وجودها كعنصر فعال في بناء المجتمع والمساهمة في تحريك دواليبه عبر مختلف قطاعات مسؤولية، ربة بيت صانعة أجيال، وكذلك عاملة في مجالات أخرى تشارك من موقعها في تعزيز أسس التنمية الشاملة. وبهذا الموقع الجدير فعلا بالافتخار بقحرائر الجزائر كلهن عزم وإصرار على مواصلة السير بكل ثبات على درب الوفاء الذي رسمه نساء ورجال من الرعيل الأول الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، على بناء دولة قوية مسموعة الكلمة وحاضرة في المحافل الدولية، وهي اليوم تدخل مرحلة أخرى من التطور والرقي لتكون جزائر جديدة بكل ما يحمله هذا الوصف من الدلالة والمعنى. أكيد إن منتسبات الأمن الوطني هن كذلك من هذا المعدن الأصيل المتشبع بقيم المواطنة، حيث أثبتنا وبشكل ملموس درجة عالية من التضحية والإقرار للذات، وكلهن مجندات إلى جانب إخوانهن الرجال للتصدي للجريمة بكل إشكالها حفاظا على أمن واستقرار البلاد والعباد. المتقاعدين الشرطة بمعية السيد رئيس أمن الولاية لتكريم الشرطيات. Thank you.
صباح أمس السيد محمد بغداد عميد أول للشرطة رئيس أمن الولاية خلال حفل بالوحدة 16 للأمن الجمهورية على تكريم منتسبات السلك الأمني والأعوان الشبيهين بالأمن الوطني وكذا نساء الإعلام، حيث قرأ كلمة المدير العام للأمن الوطني في تغطية خميس بوكحيلة. صغيرة نساء العالم تحتفل المرأة الجزائرية كل سنة بالثامن مارس كيوم عالمي، مؤكدة بذلك قوة وجودها كعنصر فعال في بناء المجتمع والمساهمة في تحريك دواليبه عبر مختلف قطاعات النشاط، انطلاقا من كونها ربة بيت صانعة أجيال وكذلك عاملة في مجالات أخرى تشارك من موقعها في تعزيز أسس التنمية الشاملة. وبهذا الموقع الجدير فعلا بالافتخار من التضحية والنكران للذات، وكلهن مجندات إلى جانب إخوانهن الرجال للتصدي للجريمة بكل أشكالها حفاظا على أمن واستقرار البلاد والعباد. ولنا في مواقفهن هذه أروع الأمثلة في الشجاعة والبسالة والتميز في الأعمال البطولية خدمة لصالح العام، منذ التحاق حواء الجزائر بصفوف الشرطة وارتداء البدلة الزرقاء عن قناعة وجدارة واستحقار، لتثبت بذلك قدرتي على التحدي في تولي مهنة المصاعب التي كانت حكرا في الماضي القارب على الرجال دون غيرهم، مؤكدة بذلك تمكنها بأريحية تامة على التوفيق بين أداء مهامها الأمنية بكل إتقان وربة بيت مقتدرة. لذا وجب علينا أن نكن لهن كل الاحترام والتقدير. وبهذه المناسبة يسرني ويطيب لي أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل رجال مؤسساتنا الأمنية بعبارات التهاني إلى جميع منتسبات الشرطة، كل واحدة حسب موقعها الهرمي، متمنيا لهن جميعا كل النجاح والتوفيق على الصعيدين المهني والعائلي، داعيا إياهن إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والثبات لنساهم جميعا في المزيد من الرقي بمؤسساتنا الجمهورية. كما أغتنم سانحة لأوجه تحية التقدير لكل حرائر الجزائر، خاصة بالذكر مجاهداتنا الفضليات اللائي ساهمن في وضع النواة الأولى لبناء دولة جزائرية قوية ستظل بإذن الله تعالى وبفضل تضافر جهود كل بناتها وأبنائها المخلصين قلعة المهابة العارية تشع أمنا واستقرارا. عاشت الجزائر حرة مستقلة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت هذه رسالة السيد المدير العام للأمن الوطني الموجهة إلى منتسبات الأمن الوطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة. نجدد ترحيبنا بزميلاتنا من منتسبات الأمن الوطني لأمن ولاية خنشلة المتواجدات معنا على مستوى مقر الوحدة الجمهورية 16 للأمن، مع تمنياتنا لهن بالسعادة والنجاح في مهامهن. أحيي السادة الحضور بداية بالسيد المدير الولائي للأمن الوطني لولاية خنشلة. إطارات جهاز الأمن لولاية خنشلة كل باسمه كل برتبته. أيضا أحيي بذلك المرأة منتسبات الجهاز الأمني بهذه المناسبة المهمة والمهمة جدا، والتي نقول بأن نساء ولاية خنشلة استطعن ولوج هذا المجال بقوة والمضي قدما جنبا إلى جنب من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق نتائج. أشرف ولي ولاية بالسكرة عبد الله أبي نوار مرفوقا بالسلطات المحلية بمنطقة الحظائر بشتمة على تدشين مصنع البسكويت وأيضا مصنع الألواح ألواح الطاقة الشمسية، ويأتي هذا في إطار تشجيع الاستثمار الوطني وكذلك تشجيع المنتوج المحلي وخلق مناصب عمل. تقرير عمر درشي. تمتلك الجزائر الإمكانيات التقنية والاقتصادية لاستغلال الطاقة الشمسية عوض الطاقات التقليدية، وهذا ما اعتمدت عليه الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة، حيث تجسد ذلك في ولاية بسكرة، أين قام السيد عبد الله أبي نوار والي الولاية بتدشين مصنع ألواح الطاقة الشمسية بمنطقة الحظائر بشتمة، وكذلك مصنع البسكويت لصاحبه علي حوحو. من
نمرض هو ديريكت اللي راه عندنا في بلاص سي 17 و انديريكت سي 20 انديريكت صادير اون فورمي غراتويتمون دي تكنيسيان دي بومبي اترافير تريتوار ناسيونال فوالا سي بور دي انستالاسيون فوالا انستالاسيون في الولايات كونت انا باغ اكزومبل انستالاسيون في الولايه و في ابيل سي يعني راهم يخدموا يتحركوا لاباس الحمد لله دونك لو توتال سي 37 فوالا 37 بور لو مومون مي ان شاء الله هذاك البروغرام تاع السيد رئيس الجمهوريه يعني تاع الطاقات المتجدده والديفلوبمون كاين بروغرام كبير يعني كيما طوالي الشقوق السولار اللي نصتها ريسامون وزاره الطاقات المتجدده طوالي دون لي ميديا وني روتوني دونك سوسيتي اللي روتوني فيها البروغرام هذا يعني سافا كري اونكور دو لومبلوا دونك كومونسي نورمالمون ان موا اي دمي اون فا افوار لي زوديات ان شاء الله دونك اون فا دوبلي لا كاباسيتي تاع العمال Au niveau de Biskra, non, j'ai pas vu, j'y vais à la Constantine, c'est une Angers de Paris, c'est pas mal, il y a une tête de Wahram. C'est pas la peine de lui aller à l'école ici, oui. Nous sommes les financiers. D'accord, c'est déjà important. Parce que les sélections de l'hôpital, d'aller plus loin, c'est de ne plus aller à l'école ici. إلى النشاط الجمعوي بولاية سطيف وكعينة على سبيل المثال لا الحصر. يلتقي شباب فورشاد مساء كل أربعاء بالمحطة البرية لنقل المسافرين ليوزعوا الوجبات الساخنة لفائدة عابر السبيل والمواطنين الذين يبيتون في العراء دون مأوى. تفاصيل أكثر في تغطية الزميل عبد اللطيف خبشاش. الحمد لله ربي يبارك في جميع الشباب اللي راهم يسهروا معنا حاليا وراهم يقدموا معنا الوجبات بالمجهود ولا بالدعاء. ربي يبارك في جميع العائلات اللي راهم يتبرعوا. كاين برنامج رانا نمشيو عليه كل ربع مساء تقديم وجبات محموله في محطه المسافرين سطيف. شكر جزيل لجميع المحسنين الذين قد قدموا المعونة لإنجاح هذه الوجبات الساخنة في كل أربعاء. شكرا جزيل لجميع المحسنين ربي يتقبل إن شاء الله. نشكر العائلات الصاهرة معنا كل ربعاء من وصلة المغرب على السبعة وفي محطة نقل المسافرين سطيف. وعدنا برنامج إن شاء الله جاي رمضان وربي يبارك فيهم. ونشكر قناة الهضاب اللي دايما صاهرة معنا وربي يحفظكم إن شاء الله. قامت صبيحة اليوم جمعية وفاء لحماية وتخليد مآثر ثورة التحرير بمبادرة إنسانية من خلال معايدة كبار السن والمرضى من الأسرة الثورية، انطلاقا من زيارة أرملة الشهيد بشير السبتي الذي تم اعتماده من طرف السلطات الاستعمارية بمعتقل وادي العنب، وهي أخت الشهيد عمار العايب لتفقد أحوالها الصحية ببلدية برحال بمناسبة عيد المرأة وعيد النصر. تغطية أحمد بوخزانة. أما في الورقة الرياضية مشاهدينا فنترككم مع غجة زكريا. شكرا لك زميلتي هاجر. إفريقيا حيث سيكون وفاق سطيف في موعد مع مباراة حاسمة أمام نظير أمازولو الجنوب الإفريقي برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، ويدخل أبناء عين الفوارة هذه المواجهة برصيد 3 نقاط في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية، في حين النادي الجنوب الإفريقي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط. هذا وأجرى وفاق سطيف تحضيراته بتعداد مكتمل تحسبا لهذا اللقاء المهم مع دغياد واحد والمتمثل في اللاعب عبد المؤمن جاب. عبد المؤمن جاب وراه مقاطع تدريبات الكونترال، حبيت نبوزي كيسيون للناس هذه اللي راهي تهدر اسكو هذا مومون يعني اللي انا نقاطع فيه تدريبات. نظن باللي الكونترير المومو هذا اللي لازم
اللي لازم نكونوا واقفين مع ليكيب. الحمد لله انا مانيش نقول للناس هذو انا مانيش مقاطع، انا راني اصابه والاصابه تاعي ترجع يعني الاصابه القديمه اللي كانت قبل ماتش موريتانيا هنا، يعني من الوقت هذاك وانا نعاني بها، حتى يعني قبل يعني في ماتش تاع جياسكا يعني الشوط الثاني كامل وانا يعني نعاني منها، يعني والطبيب على باله والناس كامل على بالها، راني قاعد ندير في اللي سوا مانيش مقاطع، بالكونتر راني كل حصه يعني نجيب الزي المجاني وراني نجي ندير لي سوا هنا وراني ندير لي سوا ثاني على برا. وثاني كاين هضره خارجه ويقولوا بلي انا تقلقت باسكو خرجني في ماجياسكا، انا ما تقلقت الكونتر، انا تقلقت من الاصابه تاعي سيبري. رضا كما نقولوا راه خو صاحب، ونتمنوا له كل خير، كونتر احنا رانا واقفين معاه ونساعدوا فيه بها ان شاء الله، ان شاء الله الديبارت المسيره تاعو ان شاء الله تكون معنا ان شاء الله، نتمنوا له كل التوفيق يعني المدرب والفريق تاعنا ان شاء الله. المهم بخصوص يعني الاشاعات اللي راهي تدور، انا مانيش مقاطع الكونتر، انا راني بليسي والطبيب راهو على باله. اليوم لابليسير تاعي القديمه زادت يعني عاود تولات لي، ويعني ولازم عليا الروبو باسكو حتى الطبيب قال لي لازم ما نريسكيوش. وكما يذكر ان المباراه ستلعب على ملعب 5 جويليا الاولمبي السبت المقبل على الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر. وسجلت موقعة البرنابيو تألقا ملفتا للفرنسي كريم بنزيما، والذي حسم نتيجة المباراة لصالح الميرينغي بتدوينه ثلاثية كاملة في الدقيقة 61 و76 من زمن اللقاء، وكذا في الدقيقة 78. وفي المقابل وقع كيليان بابي هدف سان جيرمان الوحيد في المرحلة الأولى مطلع الدقيقة 39. وكما يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز أبناء العاصمة الباريسية بهدف دون رد. وبهذا وصلنا إلى نهاية الورقة الرياضية، والعودة إليك هاجر. شكرا لك زكريا. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، أطيب المنى وإلى اللقاء.